قديش لك مش شايفها؟ لي 5 شهور جيت أنا من الشمال لأصابة ضليت أنا وأخوي أول امبارح أصابة فاضطريت إن حلا تيجي من الشمال هنا. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش رسالتك بعد ما شفت جوزك بعد فترة طويلة؟ لا ما ضلش دم والله ما ضل دم ولا ضل صبر. حسبي الله وأنت النعم الوكيل وبس هاي الواحد بيقدر يقوله. إيش رسالتك يا؟ والله الحمد لله خلص وصلنا بس وصلنا لجوز بس ضايل الاهل في الشمال اهلي ودار عمي كلهم في الشمال. حسبي الله ونعم الوكيل. بدنا هدنة بس هدنة. حسبي.